فسحت مجال واسعا امام شغفها وجعلت الجدران انعكاسا لموهبتها. دينا السعدي شابه عربيه فرضت نفسها في مجال الرسم على الجدران وصارت نموذجا للفتاه العربيه الطموحه. تفاصيل اكثر مع ساره التميمي في التقرير، نتابع. دينا، برايك في ناس بيقولوا انه الفن الجداري او الفن اللوحه الجداريه شغله سهله وبسيطه، كلياتها رش سبراي وانه خلصنا، يعني ما بدها فن، ما بدها تكنيك، ما بدها ممارسه. انت برايك هذا الشيء صح؟ اكيد لا، الستريت ارت مثل الهندسه بده تحضير، فيه جانب تقني وجانب ابداعي والجانبين لازم يكونوا متوازنين. انا كثير متشوقه اعرف اكثر عن الفن اللي بتعمليه وخاصه عن التكنيك اللي بتستخدميه. انا هلا رح فرجيكي كم تكنيك بالعاده بستخدمه بمشاريعي. واحدة من التقنيات اللي بستخدمها هي التظليل، وهي لازم تكون بزاوية معينة أو بأنجل معين بحيث أنه ما تصبغ كتير المساحة، بس تعطيها مثل gradient أو تلاشي. أوكي. مثل هيك. هلأ بس تختاري لون معين، هذا اللون بتكوني دارسة أنه بدك تستعمليه من قبل، ولا بس هيك بتختاري أي لون وبتبلشي ترشي على الجدار مثلا؟ دور الألوان كتير مهم باللوحة، ممكن يكون له دور تعبيري أو دور بصري أو يكون الاثنين سوا، فمشان هيك دائما في سبب وراء استخدام كل لون. أوكي، هلا أغطية البخاخ بالعادة بتختلف، فيك تفرجيني الاختلافات بيناتهم؟ أكيد، هلا أنا عم بستخدم واحد اللي هو الميديوم أي ثينك، في منه كتير أنواع، في منه الفات كاب، في منه السكيني كاب، كل واحدة بتعطي سماكة معينة للون، في منها بتبخ على مساحة كبيرة وفي منها كتير رفيعة، وحسب نوع اللوحة نوع الستايل والتكنيك وأوف كورس الوقت كمان اللي عندك إياه لأنك تخلصي هاي اللوحة، بيختلف أنواع الكابس. هلا أنا من صغيرة برسم، يمكن أول لوحة رسمتها كان عمري سنتين، وماما كتير شجعتني إني أهتم بالآرت وإني دائما أطور موهبتي. نقطة التحول إلي كانت بعد ما تعرفت على ستريت آرت هون بدبي، اللي هو رسم الجداريات أكثر. بلشت أستخدم البخاخ، كنت أستخدم الألوان التقليدية والبرش، فكتير انشديت للبخاخ للسبراي بينت وصار بالنسبة إلي كل شيء. أنا برأيي الطبيعة هي أكبر عنصر ملهم لأي حدا، لأنه هي بذاتها خلاقة لكل أنواع الفن. لوحات الجداري والفن الجداري كتير بيأثر بحياة الناس يومياً، بيخلق لي فضاء لأني أتفاعل مع الناس وبوعي اجتماعياً وإنسانياً لقضايا كتير مهمة، لأنه هي بمكان كل الناس فيها تشوف وتتفاعل معه بشكل يومي. وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا هي من أهم الوسائل لإلي لأني وصل فني، وبنفس الوقت هي مساحة للناس تتعلم وللكل المهتمين بهذا النوع من الفن يعرفوا كيف بينشغل ويعرفوا طرقه وأساليبه وأي تكنيكس تانية. دينا استغلت التنوع الثقافي والحضاري اللي بتقدمه مدينة دبي. إذا شايف إنه عندك الموهبة استغل الفرصة وعبر عن نفسك.